تحدي جديد ضرب نار دلوقتي يا جدعان. احنا الثلاثه هنحاول نقف على البجعه نعدي بيها حمام السباحه واقفين. طب ينفع نقف على ركبنا؟ يلا لا مش ركبنا، على رجولنا، لازم على رجولنا. يلا اركب احنا مسكنا لك. يلا اركب احنا مسكنا. يلا ها ايمن امسك بقى، امسك نفسك، امسك عصا. يلا ايه ده بس، يلا قدام وراها. اوعى ده امسك لي يا مصطفى، امسك امسك. اه يا عم اهو كده اهو، واحد يبقى يجي يقف معايا. بس انا خايف امسك في الجراحه اطلعها. هو احمد شجره على وسط التفكير. هوب الواد ده نص الصواب، وقعنا عشان يركب فيها لوحده.